ملك بلا خوف ولا ملامة، علم خصومه الفروسية الحقيقية، مؤسس الدولة الأيوبية والمتصدر للحملات الصليبية، ملك ملوك الشرق صلاح الدين الأيوبي. اليوم راح نستكمل سيرة القائد العظيم يوسف بن أيوب والمعروف بصلاح الدين الأيوبي، واللي تعتبر أطول سلسلة السيرة اتكلمنا عليها في زمكان. أحد الأسباب اللي خلتني نتكلم عليها في 5 حلقات هو أنه سيرة صلاح الدين الأيوبي سيرة دسمة مليانة تحولات جدا كبيرة على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الخارجي، بداية من ولادته اللي جات في توقيت صعب على أسرته، ونشأته في جو معقد مليان صراعات، واشتراكه في شبابه في حملات عسكرية اللي كانت في مصر واللي أدت في الأخير أنه يصبح سلطان ومؤسس الدولة الأيوبية في مصر ويضم تحت دولته مناطق جدا كبيرة من العالم الإسلامي. هذا كوم، غير صراعه الطويل مع الإمارات الصليبية واللي امتد لأكثر من 20 سنة. قدر صلاح الدين الأيوبي في ذيك الفترة أنه يحرر بيت المقدس سنة 1187 ميلادي، ويقلص تواجدهم في إمارتين إنطاكيا وطرابلس بالإضافة إلى مدينة سور. استطاع كمان صلاح الدين الأيوبي وبكل جدارة بأنه يكون أقوى ملوك الشرق في ذاك الزمان. ولو قسمنا التاريخ الحربي لصلاح الدين الأيوبي نقدر نعتبر أنه مع بداية 1189 استراتيجية صلاح الدين الأيوبي تغيرت تماما من الهجوم والتوسع إلى الدفاع والمحافظة على كل المكتسبات اللي حققها، خصوصا أنه كان صدى تحرير بيت المقدس ووقعه على العالم الأوروبي والمسيحي تحديدا وقعه شديد جدا. كانت نتيجتها انه ملوك الغرب اتحدوا اخيرا ونظموا حملة صليبية كبيرة وعرفت بالحملة الصليبية الثالثة. وعلى فكرة هذه الحملة هي اكثر حملة ادخلت المسيحيين الجنة، اراضي توزعت وصكوك غفران وكل شيء انسال. والحملة الصليبية كانت احد اكبر اهدافها او الهدف الوحيد تقريبا هو استعادة بيت المقدس. تفاصيل هذه الاحداث هي اللي راح نتكلم عليها في حلقة اليوم. انتهاء خلاص كذا قفلنا صلاح الدين، فأنا بنعرف إيش اللي صار. العالم الغربي ونقصد بالتحديد العالم المسيحي في أوروبا ذيك الأيام كانوا في حالة صراع بينهم، إلا أنه كانوا مطلعين على الأمور اللي حاصلة في العالم الشرقي، خصوصا الفاتيكان في روما واللي يعتبر مقر السلطة البابوية الكاثوليكية. كونراد يرسل وقتها رئيس أساقفة سور اسمه جوزيف لأوروبا عشان يبلغهم بسقوط بيت المقدس ويشرح لهم المحنة اللي هم جالسين يمروا فيها ويطلبوا المساعدة بسرعة النجدة. انطلق رئيس الأساقفة على عجلة، وأول شيء وصله هو الإصقلية وقابل فيها الملك ويليام الصقلي، وأول ما عرف باللي صار انزعج جدا وجاته كآبة وخلته يعتزل الناس فعليا كذا كم يوم جلس. بعدين قرر إنه يجهز كم سفينة على السريع ويعبيها بشوية جنود تنطلق مع طبعا تنطلق ناحية سور تساعدهم في الصمود. كمل رئيس الأساقفة طريقه ووصل للبلاط البابوي وقابل البابا إربان الثالث، وكان مريض جدا. أول ما عرف بخبر سقوط القدس وحصول المسلمين على الصليب الصلبوط جته صدمة جابت أجله، ويتم بعدها بتعيين البابا الجديد غريغوري اللي على طول اشتغل يراسل ملوك أوروبا ويحثهم بسرعة النجدة، وأصدر قرارات دينية جديدة بصيام يوم الجمعة لمدة 5 سنين والامتناع عن اللحم يوم الربوع ويوم السبت، ويمنح الغفران اللي هو صكوك الغفران لجميع المشاركين في حملة إنقاذ بيت المقدس. إلا أنه صاحبنا الجديد برضو ما طول، 2 شهر وفطس. ويأتي بعدها البابا كليمنت الثالث واللي كمل المسيرة وطلب من ملوك أوروبا إنهم يوقفوا الصراعات اللي بينهم وبين بعض. طبعًا هم كانوا قال لك لا، فقام قال لهم لا طب اسمعوا، إحنا عارفين إن كلنا عقولنا صغيرة بس إحنا حنوقف لمدة 7 سنين، 7 سنين نكبر عقولنا، ويتفرغوا للتجهيزات للحملة الصليبية. الشيء الوحيد اللي فعليًا سواء إنه وقف الخلافات اللي كانت دائرة بين بيزا وجنوة، وعقد صلح بين البندقية وهنغاريا، وقدر إنه يقنع الإمبراطور الروماني فريدريك بارباروس إنه يتوقف عن محاربة أعداء داخل ألمانيا، وهذا كان تحطوح مرة كبير حنجي في ذكره. أما فرنسا وإنجلترا اللي هم أساساً ما كانوا
بيطيقوا بعض يعني يطيقوا صلاح الدين ولا يطيقوا بعض زي كذا. كانت مولع والجيشين متقابلين في الحدود الفرنسية بقيادة فيليب ملك فرنسا وهنري ملك انجلترا. وصل لهم جوزيف وكان فصيح اللسان والكل كان يحترمه، فجلس يقول لهم لعن ابو داركم، القط سقط والصليب حقنا تصادر وانتم تتخابطوا بينكم. كانوا الملكين عاملين زي الاثنين اللي في مدرسة المشاغبين كده، سيبوا نسيب او ماسكين في شعور بعض. المهم قرروا يعملوا هدنة بينهم وبين بعض ويشاركوا في الحملة الصليبية الجديدة، واقسموا كبار الامراء من الطرفين انهم راح يشتركوا. الجدير بالذكر انه الملك فيليب حق فرنسا هو كان الممول الرئيسي في الحملة الصليبية الثانية ايام نور الدين زنكي، وكانت نتائجها فاشلة، يعني الريتيرن اوف انفستمنت كان صفر. اما ملك انجلترا فبدا من يعني ما كان مجمل معاه، فبعد كده بدا يستعد وينطلق للحمله ويرتب امور الحكم في غيابه، لكن تحصل ازمه بقياده ابنه ريتشارد، يشتبك مع ابوه في صراع ويتحالف مع الفرنسيين اللي قالوا لا احنا تمام. طبعا ما في داعي ان نخوض في التفاصيل هذه، الا انه ادت نتائجها انه يمرض ابوه ويتوفى ويتولى ابنه ريتشارد مقاليد الحكم في انجلترا، واللي كمل مسيرة ابوه واعلن الاستنفار والتعبئة العامة وبدأ يجهز جيشه اللي راح يقوده بنفسه، حتى انه قام بفرض ضريبة جديدة بنسبة 10% على الإيرادات زي مثلا فرنسا، وسموها بايش؟ ايش اسم الضريبة؟ العشر الصلاحي، وتروح دعم للحملة. بدأت أوروبا تتجهز لحملة جديدة شارك فيها أمراء وشعوب من كل مكان، إيطاليين، دنماركيين، هولنديين، حتى أنه بعضهم من شدة الحماس يا عم انطلق قبل ما تجهز، قال لك إحنا هنسبككم وأنتوا تعالونا. أما الإمبراطور الروماني الطحطوح ده فريدريك بارباروس ملك ألمانيا، واللي يعتبر واحد من أكبر وأقوى الملوك في ذاك الوقت، قرر أنه ينطلق بنفسه ويمسك خط لحاله، ومعتبر نفسه الممثل الشرعي للمسيحيين الأرثوذكس، والقدس لها رمزية كبيرة لهم، إن هو الأحق فيها من جماعته الفرنجة الكاثوليكيين. ما حب الامبراطور انه يباغت صلاح الدين باعلان الحرب عليه، خصوصا انه كان في بينهم موده وسمن وعسل وسفراء رايحين وسفراء جايين بينهم وايه، فقرر يرسل له رساله مليانه تهديد، وانه في حاله ما رجع المناطق اللي اخذها في غضون 12 شهر راح نعلن الحرب عليك، وبدا يعدد له اسماء الشعوب الاوروبيه اللي خاضعه لسلطانه واللي وصل عددها 27 بدون ما يذكر انجلترا وفرنسا. يعني ده يدل انه ذات طحطوح كان عازم انه يروح حتى لو كان لحاله، وكان شايف انه القدس جزء من الامبراطورية الرومانية القديمة. الرسالة دي توصل لابو صلاح فيرد عليه برسالة قوية وقال له ترى صعب اني احصر لك المسلمين اللي راح يتصدوك، لكن ترى البدو لحالهم يكفوا انهم يواجهوكم، والتركمان يكفوا انهم يبيدوكم، الفلاحين لو طلبت منهم انهم يحاربوكم هيحاربوكم بجماعة. وجلس يذكره بالحملات الفاشلة اللي عملوها الاوروبيين اللي هو صلاح الدين اتصدى لها لوحده، زي الهجوم اللي حصل في دمياط 1169 ميلادي والإسكندرية 1174 ميلادي. وعلى فكرة انطاكيا وطرابلس وصور راح أضم الفترة الجاية، فجهز نفسك. بس كل اللي أوعدك فيه من حسن نية إني حرجع لك خشبة الصليب وأطلق الأسرة وأسمح للمسيحيين بأنهم يحجوا لبيت المقدس، ولو ما عجبك الموضوع وحاولت تدخل فراح تلاقيني بنفسي أعبر لك البحر وححاربك، مش عندي لا في أوروبا عندك. ومع هذا الرد دقت طبول الحرب، وأعلن الإمبراطور الروماني المشاركة في الحملة الصليبية نفسه وغزو المشرق الإسلامي واستعادة بيت المقدس، وبدأت المسيرة برا في جيش يعتبر الأكبر والأجهز مقارنة بالجيش الإنجليزي والفرنسي. انطلقت الحملة الصليبية الثالثة على ثلاثة مسارات، المسار الأول زي ما قلنا بقيادة فريدريك اللي عن طريق البر، والمسارين الباقيين واحدة منهم بقيادة ريتشارد حق إنجلترا والثاني بقيادة فيليب حق فرنسا، وذول انطلقوا عن طريق البحر. طبعا الرحلة كانت طويلة ومليانة حكاوي إلى أن نصدع، وما في داعي فعليا أن احنا نذكرها، لكن المهم خلونا نرجع للعالم الشرقي والبطل هذه السلسلة صلاح الدين الأيوبي. وصلت الأخبار والتقارير لصلاح الدين الأيوبي من كل مكان، واللي أجمعت إنه ملوك أوروبا جالسين يعدوا له العدة وإنهم راح يكونوا ضيوف ثقال دم الفترة الجاية. أول شيء خطر في باله هو إنه يأمر مهندسه المعماري بهاء الدين قرقوش بزيادة تحصين مدينة عكا، وكان شاغله كيف يوقف الزحف الألماني اللي راح يجيبه من الشمال، لأنه الجيش هذا لحاله كان كافي إنهم يقضي عليه. في ذيك الفترة كان يحاصر قلعة الشقيف، واسمه شقيف أرنون أو معروفة باسم قلعة بوفور. المهم القلعة هذه كانت واحدة من القلاع اللي فعليا صلاح الدين ما قدر انه يخضعها، وكان يحكم هذه القلعه واحد محنك اسمه ارناط، واحد تاني اتوقع سر في الاسم
والله أرناط هذا لما شاف القلاع قاعدة تسقط واحدة ورا الثانية راح بنفسه صلاح الدين الأيوبي، وكان مطلع بشكل عميق في الأدب العربي والإسلامي، وقدر إنه يسحر صلاح الدين بشوية كلام منمق وبحبه للشعر العربي وكذا، اللي هو أنا اعتبروني واحد من عيالكم. فوصلت به المواصيل إنه جالس يقول لصلاح الدين إنه قاعد يفكر يعتنق الدين الإسلامي ويستقر في مدينة دمشق، وقال لصلاح الدين إيش رأيك أنت بس يا أبو صلاح تعطيني فترة 3 شهور أصبط لك الناس بالقلعة وديك هي مفاتيحها. فصلاح الدين وافق. هذا كله بيصير وصلاح الدين مو عارف انه هذا ارناط قاعد يحصن القلعة ويضبط امور. خلصت 3 شهور فارناط طلب تمديد كمان ايش 9 شهور. صلاح الدين قال ده عندها، واضح انه معاه كان هبل، فراح للقلعة وطلب اهلها انهم يستسلموا، لكن اهلها رفضوا، وارناط بنفسه صار واقف في كفة صلاح وبيتكلم باللغة العربية بيقول له سلموا القلعة باللغة العربية، بس في الفرنسي انه لا استمر في القتال وقاومه. طبعا جنود صلاح الدين الايوبي يعني جنود محترفين، فكبش صلاح الدين الايوبي ومسكوا اسير ورماه في دمشق اللي كان حلم حياته يجلس فيها، بس خلاه دي المرة محاصر في قلعة. صلاح الدين كان في ذيك الفترة راسل فرقة كشافة ناحية الامارات الفرنجية، وهذه الفرقة هو اللي اخترعها اسمها اليزك، مهمتها زي الكشافة انها تعرف اخبار الاعداء وتحركاتهم، بس يسجلوا نوس ويرجعوا ثاني. كلنا عارفين انه صلاح الدين افرج عن الملك جيدي صاحبنا حق اللي كان مع ارناط الاول، تمام، وكان هذا الدين مقابل تسليم مدينه عسقلان. وقبل لا يفرج عنه يقسم لصلاح الدين الايوبي انه راح يرجع لدياره في اوروبا وما راح يرفع سلاح بوجه المسلمين ابدا. جيدي اول ما خرج انطلق لعند زوجته في طرابلس، وضيفه وقتها كان واحد كونت حق طرابلس اسمه بوهيمند الرابع اللي كان مستضيف زوجته، وهو ذاك جاله، وهذا اللي تولى الاماره بعد وفاه ابن عمه ريموند الثالث. وهذا كان مستهتر له فارق معاه قضية سقوط بيت مملكة بيت المقدس، ورفض حتى انه يستقبل سكان بيت المقدس النازحين، قال لك عم تأثر، بالعكس شاف انها فرصة انه يستفيد منهم في تعزيز حاميته. صاحبنا جي دي ما كان عاجبه الوضع اللي هو فيه، فاول شيء عمله جاب واحد من القساوس عشان يحرره من القسم اللي اقسمه صلاح الدين الايوبي، فاعتبرت الكنيسة القسم باطل. بليه؟ عشان صلاح الدين الايوبي كافر، وانت اقسمت لكافر فعاد انك تحنث يمينك. انطلق بعدها بجنود ناحيه صور، ولما وصل لبوابه المدينه كونراد قال خير ايش عندك؟ دخل له هو، قال له انا ملك بيت المقدس ودي مدينتي، فدقم قال له ده عندها برضه، المملكه ضاعت بسببك اصلا وما حد حمل المدينه هذه الا انا واهلها اللي بالمناسبه ما هم طايقين. انتهى الحوار بينهم على انه الموضوع الحكم هذا متروك للملوك اللي راح يجوا من الغرب مش احنا هنا. صاحبنا جي دي لقى نفسه ملك بس من غير مملكه ولا حتى قلعه ومعاه شويه جنود مؤيدين، فقرر انه يعمل حركه متهوره وانتحاريه، وهي انه يروح يخضع مدينه عكا المنيعه، حركه كذا عشان لا يفقد ولاء شويه الجنود اللي معاه. حاكم الجنود اللي دائما يكونوا معاه كذا ما حربت به ممكن يقلب عليك عادي، فلازم تشغلهم، ومنها يثبت انه ملك زي الملوك اللي جايين في الغرب، انه هو الشخص النشيط في الحته. ومن حسن الصدف اللي صارت مع جيدي ولعبت في صالحه هي زي ما قلنا ايش الجنوة وبيزا لما انصار بينهم بين بعض صلح. شاركت جنوة في الحملة ورسلت عشرات السفن المحملة بالجنود والعتاد لمدينة سور بقيادة رئيس أساقفهم واحد اسمه أبالدو. هذا أبالدو أول ما وصل سور أتخاصم مع كونراد وصاروا ما يطيقوا بعض، فصار كده عارف اللي هو مدام أنت صديق صديقي صديق عدوي والكلام ده، فصار صاحب جيدي على طول، وجيدي مخطط يروح لعكة، فأخينا في الله راح إيش أعلن انضمامه معاه، وبكذا قدر جيدي إنه يضمن هجوم وحصار على مدينة عكة في البر والبحر، وحصل إنه اشتبك معاه مع قوات اليزك وحصل بينهم قتال شديد، وتعرض فرقة صلاح الدين لهزيمة ثقيلة جدا لأنه أساسا هم فرقة كشافة، خسروا أكثر من 180 شخص. وصلت الأخبار لصلاح الدين وهو في قلعة الشقيف، فدق معاه ناقوس الخطر وقرر أنه يتصدى لهم. عسكر بعدها في مدينة قريبة من الأعداء اسمها مرجعيون بعد ما أطمن على تحصيناته في عكا، وصار يتبع معاهم أسلوب قتال الكمائن، وذي طريقة كانت مبتكرة من السلاجقة معروفين فيها، وهي أنه يخلوا مجموعة بسيطة تقترب من معسكر العدو ويقعدوا ينكشوا فيهم ويضربوهم بأشياء فيها نار وكذا، ويلمحوا له يعني يلمحوا للأعداء إنهم قاعدين يشردوا أو إنهم يشتبكوا معهم ويمثلوا إنهم يعني بيتهزموا، ويتراجعوا ويخلوا الأعداء يروحوا للمنطقة الجغرافية اللي هم أصلاً مختارينها من البداية، وهنا يتفاجأوا بجنود متخفيين ومجهزين لهم حفلة بس بدون كيك. طبعاً تضاريس الشام المليانة أودية وجبال وهضاب ساعدت صلاح الدين الأيوبي إنه يتبع هذا الأسلوب، وكان دي المرة حريص جداً في اختياره للجنود والخيول اللي تنضم لهذا النوع من القتال، فمثلاً كان يتأكد إنه الخيول هادئة وما تعمل شغب، فغالباً
غالبا هي خيول مخصيه انها ما تجيك هوجه ما تطلع صوت في الحروب، ودي الخيول ما تتضجر بسبب قعدتها الطويله في المكان. حتى الجنود كان لهم معايير خاصه، فمثلا الجندي لازم يكون متيقظ ونشيط واصلا نومه خفيف ويحس باي صوت من حوله، ما يشخر ولا يعاني من كحه، واللي يزكم يطلع برا. وكانوا الجنود العرب الانسب لصلاح الدين في هذا الاسلوب، لانه احنا العرب في القتال البري دائما نكون خفاف، يعني ما عندنا الفزلقه حقه الحديد والدروع والاشياء هذه، هو سيف واحد لو في درع ماشي، لو ما في درع حلو الواحد يكون خفيف كذا، تحس انك انت تشرب شاي اخضر. فالعرب كانوا مطابقين للمهارات المطلوبه ويعرفوا يمثلوا ويتظاهروا بالهزيمه. الطريقه هذه عملت شغل جامد مع صلاح الدين الايوبي. واللي بيعرف تفاصيل اكثر عن طريقه قتال العرب لازم يشوف حلقه خالد بن الوليد، حتعرف كيف نفس الجيش اللي ماشي بطريقه خفيفه وبذكي جدا انه يطيح الفرس، وبنفس الجيش يطيح الروم. لازم تشوف الحلقه دي. انطلق بعدها جيدين احد عكا، واول ما عرف صلاح الدين حب انه يتصدى له، فاستشار المجلس اللي عنده فما استحسنوا فكرة التصدي، وشافوا انه الانسب يخلوا الفرنجة يكملوا مسيرتهم ناحية عكا، وراح يصيروا بعدها ما بين حامية المدينة والجيش، خصوصا انه اغلب الجنود كان صلاح الدين الايوبي معطيهم راحة، وبعضهم عسكر في الشمال مستني القوات الرومانية تجي، فبرضه يجالسين مريحين. هذا غير انه صلاح الدين الايوبي اصلا كان مريض، يعني مو في احسن حالاته، فكنسل الفكرة هذه، وكان خطأ استراتيجي وقع فيه صلاح الدين. وصلت القوات الفرنجية لأسوار مدينة عكا وكان عددها 10,000، حاولت تعمل هجوم مباغت وسريع قبل لا تيجي القوات الأيوبية، لكن الحامية الأيوبية قدرت أنها تردعها بسهولة. اضطروا الفرنجة أنهم يتراجعوا بعد ما عرفوا بصول صلاح الدين الأيوبي، وعسكروا ضربوا الخيام في تل الفخار أو تل عكا. التل هذا اليوم هو داخل مدينة عكا مع التوسع العمراني اللي حصل فيها. صلاح الدين الايوبي وصل عكا وعسكر في تل اسمه الخروبه. صار الوضع العام شويه غريب، الفرنجه محاصرين عكا وصلاح الدين محاصر الفرنجه وانا وانت. وبدا صلاح الدين هجوم سريع ناحيه الفرنجه اللي كانوا صامدين مكانهم بسبب موقعهم المميز، وكان الغرض من الهجوم هذا عشان يفتح خطوط للتواصل مع الحامية اللي في عكا واللي استمرت فعليا لأيام. بعدها رتبوا الفرنجة صفوفهم وقفلوا الثغرات اللي موجودة واللي تودي للحامية، خصوصا بعد ما جاتهم تعزيزات كبيرة أكثر من 50 سفينة من الدنمارك وهولندا، وذولا كانوا ملاحين مهرة جدا. عيب الملاحين الدنماركيين والهولنديين إنه ما كانوا منضبطين، يعني مش الطار في الشيء اللي بيسووه بس ما عندهم انضباط. المهم قدروا إنهم يحكموا حصار بحري على المدينة، ومن ضمن اللي حضروا دوق تروجينا اللي قدر يقنع كونراد انه يحضر معاه، وقال له ما عليك من جيدي وما انت مضطر تخضع لأوامره اصلا. عموما خلونا نعرف انه من هذه الفترة الى نهاية الحملة الصليبية الافواج المشاركة في الحملة استمرت تجي على طول الوقت من كل مكان في اوروبا، يعني عمرها ما وقفت. مع التعزيزات الجديدة حسوا الفرنجة انهم قادرين انهم ياخذوا زمام المبادرة للهجوم على القوات الايوبية. اخذوا يرتبوا جنودهم اللي وصلت لاكثر من 30,000، وكانوا الالمان والاسكندنافيين في ميمنة الجيش، وكونراد وجنود الاسبتارية في الميسرة، وفي القلب يقودهم الملك جيدي والاسبتارية طبعا. اما المؤخرة فكانت مكونة من جنود الداوية والالمان بقيادة جوفري اللي هو يصير برضو اخو جيدي، وكانت مهمتها تحرس الخيام وتمنع اي اتصال بين الحامية وقوات صلاح الدين الايوبي. بالنسبة لصلاح الدين الايوبي فكان واقف يقود القلب، وكان معاه ولده الافضل وعساكر الموصل الميمنة بقيادة تقي الدين عمر، وعلى يساره سيف الدين مشطوب ومجاهد الدين بارتقش، مقدم عساكر سنجارة والأكراد والعرب اللي كانوا يتولوا آخر الميسر. في صباح 4 أكتوبر حصل الالتحام وبدأ القتال اللي ابتدأ بدخول قوي وعنيف من ميسرة القوات الصليبية ناحية ميمنة صلاح الدين بقيادة تقي الدين. بعدها دخلت الصفوف في قتال عنيف وشديد جدا. بدت القوات الفرنجية في وضعية أفضل وأقوى، فعمل تقي الدين حركة وهي أنه يتظاهر بالهزيمة ويرجع للخلف عشان يخفف ضغط القوات الصليبية. التراجع اللي عمله ربش صلاح الدين، وكان معتقد أنه الميمنة تتعرض للهزيمة، فاضطر انه يرسل تعزيزات من القلب للميمنة، وهذا الشيء لخبط حتى جنود الميمنة اللي اعتقدوا انهم اصلا جالسين بينهزموا لانه جاتهم امدادات، فانسحبوا الجنود وبعضهم اضطر انه يشرد من ساحة المعركة، واستمرت ميسرة الصليبيين في مطاردتهم. بسبب التعزيزات اللي قام فيها صلاح الدين الايوبي زادوا الصليبيين الهجوم على القلب باعداد مكثفة جدا، وهذا الشيء خلى الجنود الايوبية تتراجع للخلف بس بطريقة مفجعة. قدرت القوات الصليبية انها تتقدم وتتوغل وتوصل لخيام الايوبيين، وكان
وقتها العماد الاصفهاني المؤرخ المعروف جالس في احد الخيام حقته، جالس ياخذ النوت حقه وقاعد يرسم سير المعركه، الا يتفاجأ بقدوم القوات الصليبيه فحط رجوله وما توقف يا معلم الا لما نقرب من عند طبريه. مع التقدم اللي حاصل للقوات الصليبيه توقف بعض الجنود خاصه الدنماركيين اللي انشغلوا بنهب الخيام، وهذا الشيء خفف الضغط على القوات الايوبيه. وهنا عبقريه صلاح الدين الايوبي العسكريه ظهرت مره اخرى، فاخذ يرتب الصفوف ويصيح فيهم ويقول لهم يا للاسلام اني كاحدكم ولا يطلب اليوم احدا منكم غير رضا ربه. وانطلق ناحية الميسرة بخمسة جنود وقدر انه يحدث ضربات موجعة على ميمنة الصليبيين ويستعيدوا زمام المبادرة ويتقدموا للأمام. بدأت مجموعة من الميمنة ترجع للمعركة بقيادة تقي الدين، وكان كونراد حينقتل لولا تدخل بليدي وانقذه. الجنود اللي في الحامية لما شافوا القتال شاد اتحمسوا وانطلقوا ناحية مؤخرة وخيام الصليبيين اللي يتصدى لها جوفري اللي قلنا مأمن نفسه فيها هناك. وانقلبت موازين المعركة وزاد ضرب القوات الايوبية على الصليبيين اللي اضطروا انهم يتراجعوا وينسحبوا راجعين للمعسكر حقهم. انتهت المعركة واعتبرت انتصار القوات الايوبية. صحيح انه كان انتصار غير حاسم، لكن الخسائر اللي وقعت في صفوف الصليبيين كانت كبيرة، وصلت ل 5000 قتيل، وكان من ضمن اللي وقعوا في الاسر مقدم فرسان المعبد داها ثقيل جيرارد ريدفورد اللي يعتبر مهندس المعارك للملك جيدي، وهذا قد سبق صلاح الدين الايوبي اعتقل وقبل كده في معركة حطين وافرج عنه بعد ما جيدي اتوسط، قال له الله خليه خرج لي ده، قال له ماشي. بس لما مسكه صلاح الدين مرة تانية قال له انت كيف تخالف الوعد اللي انت وعدتني هو انك ما ترفع عليه سلاح، فقام صلاح الدين الايوبي امر باعدام. اما القوات الايوبية وصل عدد القتلى ترجح الاقاويل الى 1500 شخص. وكان صلاح الدين الايوبي يبغى يستغل هذا التقدم ويتوغل اكثر على الصليبيين، لكن ما قدر بسبب انه الصفوف جيشه انقسمت ما بين منتصر ومهزوم، هذا غير اوباش العسكر اللي استغلوا الدربكه اللي حصلت فصاروا ينهبوا في الخيام، وهذا الشيء كان وقعه ثقيل جدا على صلاح الدين الايوبي وازعجه جدا جدا، واتسمت هذه المعركه بالوقعه الكبرى او المصاف الاعظم. اسم ضخم، المصاف الاعظم. اضطر صلاح الدين الايوبي انه يرجع للتلة الخروبة بعد الحاح امراء الاقطاعيات انهم يبغوا يرجعوا لديارهم بحكم انه كمان ايش؟ وينتر از كامينج، الشتاء قادم واحنا بحاجة لاعادة ترتيب الصفوف. فقام بتكليف ابن شداد يراسل امراء سنجار والموصل واربل والخليفة العباسي الناصر لدين الله يطلب النجدة السريعة. وفي نفس اللحظة كانت الافواج الاوروبية زي ما قلنا مستمرة بالقدوم. خليني اقول لكم، شفتوا كل اللخبطة اللي حاصلة؟ لسه القادة حقهم ملوك اوروبا والجيش حقهم لسه ما وصل. قوات العادل توصل في آخر نوفمبر 1189 ميلادي، بعدها يعني بشهر قدرت الأساطيل المصرية بقيادة حسام الدين لؤلؤ وكان عددها 50 أسطول إنها تضرب الأساطيل الصليبية وتوصل لمرفأ المدينة وتمد الحامية بالمؤن والعدة وكل حاجة، يعني كل شيء كانوا يحتاجوه، وهذا الشيء خلى معنويات العكاوين تقوى جدا. بدأ الشتاء يدخل على الأبواب وعم الهدوء بين الطرفين، ودي فترة جدا رهيبة إن نتناقش عنها. استغل الصليبيين فصل الشتاء الهادئ وقدروا إنهم يعملوا خندق في ديك الفترة حوالي عكة من البحر للبحر، وبعده سور عليه أبواب، وبهذه الطريقة قطعوا أي تواصل بين الحامية العسكرية اللي في عكة مع صلاح الدين الأيوبي. طبعا فترة الشتاء كانت فترة استراحة للطرفين، يعني من طول مدة الحصار والقعدة صاروا الجنود بين الطرفين يتعرفوا على بعض، فصار تسيل جلسات سمر عند العرب وحضرها شوية فرنجة، والعكس كمان حتى انه كانوا صاروا ايش يعزموهم ويعملوا نزلات بين المصارعين الصغار، لو اخش يلا يا اولاد اتضاربوا مع بعض وامسكوا السيوف على بعض. هذا غير انهم صاروا اصلا يتبادلوا مع بعض السلع اللي كل واحد جايبها من بلده، يعني صار زي سوق مشترك يحصل فيه تبادل السلع الشرقية والغربية في الشتاء. في الصيف احنا حنتدابح بس في الشتاء عاد. وهذا الوضع الغريب خلى بعض المقاتلين الجدد اللي جايين متحمسين من هناك اللي هم حاجين من اوروبا وداخلين على هناك، اول ما دخل ابو شاف الوضع زي كذا قال لك عم تضحكتوا علينا، الناس سمنة وعسل ايش فيه؟ او في منهم اللي تعصب وقال ما الذي حاصل بحق المسيح؟ رغم الترفيه اللي كان حاصل الا انه كل الطرفين كانوا عازمين انهم يحققوا مبتغاهم. وعموما لا حد يفتكر انه الشتاء كان وردي عشان الكلام اللي قلناه ذا، لا، حصلت فيه مجاعات وامراض وجنود ماتت بسبب، يعني الجثث اتعفنت يعني من كثر ما خلاها واتجمدت من كل الطرفين، يعني من الصليبي ومن المسلم. ومع قرب نهايه الشتاء يحصل تمرد لمجموعه جنود صليبيين من ضباط الصف، او نقدر نقول انه خرجوا
خرجوا عن أوامر قادتهم وشنوا هجوم قوي على ميمنة المعسكر الأيوبي، وتصدى لهم تقي الدين بكل عزم وقدر إن هم يقضي عليهم. مع نهاية الشتاء تبدأ التعزيزات العسكرية تجي لكل الطرفين. اللي جات صلاح الدين الأيوبي كانت تعتبر بسيطة، أقل ما يقال فيها إنها متواضعة مقارنة باللي جات للمعسكر الصليبي. فتخيل مثلا يعني كان متعشم كثير من الخليفة العباسي اللي للأسف رسل له شوية رماح ونفط ومعاه بخمسة عمال فنانين في صناعة المواد الحارقة، ورق عليها توقيع الخليفة مكتوب فيها 20,000 دينار يأخذها من التجار اللي موجودين عنده. طبعا عصب صلاح الدين من الكمية الضئيلة من المؤن اللي جاته، وكان يستهلك أضعاف أضعافها في يوم واحد، ومع ذلك قبلها. المساهمة الأكبر كانت من عز الدين مسعود اللي رسل له تروس ورماح وآلات حصار من أجود أنواع الأصناف ومعاهم النفط الأبيض اللي يعتبر نادر في ذاك الوقت. أما الجنود اللي كانوا يجوله فكان يخلي جزء عنده والجزء الثاني يرسله للتعزيزات اللي موجودة في الحامية الشمالية عشان يتصدوا للإمبراطور فريدريك من الناحية الأخرى، على عكس الصليبيين اللي جاء عدد كبير من الجنود والأمراء الأوروبيين. واحد من اللي جاء دول كان كونراد اللي كان ماخذ بريك في فصل الشتاء، لكن برجعت وجاب معاه موان وعتاد أشكال والوان. والأهم من هذا كلها جاء بأكثر من 50 سفينة، خرجت السفن الأيوبية تتصدى لها ويحصل اشتباك كبير. استخدمت السفن الأيوبية النار الإغريقية في ضرب سفن الأعداء اللي تشكلوا على شكل حرف في، وبالطريقة هذه قدروا انهم يحوطوا على السفن الأيوبية ويقضوا عليها ويضربوا حصار حول عكا بالبحر للمرة الثانية. استغل الصليبيين الخشب والحديد اللي جاهم من قبرص وصقلية وقدروا يعملوا 3 أبراج متحركة وعملاقة جدا. الواحدة فيهم طولها 60 ذراع، موجودة يعني تتشكل في 5 طوابق وتشيل 500 جندي، وفي سطحها حاطين من جنيق. تخيل المكنة اللي عملوها، وتغطت بجلود البقر المدهونة بالخل والطين عشان تصير ضد الحريق. دخلت الميادين وتقدمت ناحية القلعة. جنود الحامية أول ما شافوها جتهم نفضة وحسوا خلاص بقرب نهايتهم، واشتغلوا ضرب يوم ورا يوم في محاولة لهدم السور. صلاح الدين قرب ناحية تل كيسان وعمل كم طلعة كمحاولة منه لتخفيف الضغط على الحامية، لكن ما في فائدة. إلين في مرة دخل عليه بهاء الدين قرقوش ومعاه ولد شاب، وقال لصلاح الدين الأيوبي الواد هذا عنده طريقة يقول لك إنه يستطيع إنه يقضي على الأبراج العملاق. وجلس الولد شرح له الطريقة. الولد هذا اسمه علي وأبوه كان عريف النحاسين، فعنده خبرة في التعامل مع النفط والمواد المتفجرة. على طول صلاح الدين طلب مجموعة تساعده وتخليه تسلل ويوصل للحامية. طبعا عكا كانت مليانة بالنفط، والطريقة اللي اتبعها عموما تحسها بدائية، وهي انه طلب انه تترمي قدور مليانة نفط ناحية البرج وخلاها موجودة هناك لين تتشبع منها. والجنود الصليبيين مشلولين صاروا كذا اللي هم متنبلين وما هم عارفين ايش الهرجة، الا وبعدها تترمي قذائف نارية ناحية البرج، واول ما ضربت البرج اشتعل البرج بالكامل وماتوا كل اللي فيه وانحرقت كل الآلات. وكرر الموضوع هذا مع كل الابراج لين ما طاحوا بالكامل بعد 7 أيام من الضرب المستمر. شو 7 شهور راح في 7 أيام. اضطر الجنود الصليبيين يتراجعوا ناحية المعسكر، ونزلوا وقتها الجنود اللي في الحامية على السريع وقدروا انهم يغتنموا بعض المؤن ويعيدوا حفر الخندق ويعملوا اعمال صيانة وإلى آخره. في ذيك الفترة بدأت الاسامي الثقيلة تيجي لمعسكر صلاح الدين الايوبي، زي عماد الدين زنكي امير سنجار، وبعدها وصل علاء الدين بن حاتم الموصل طبعا، وعز الدين مسعود. واستقبلوا صلاح الدين استقبال حافل حتى خلى خيمته جنبه من شدة الفرح فيهم. بعدها جاء زين الدين يوسف حاكم إربل وغيرهم من أمراء وحكام المناطق المجاورة. المشكلة إنه كثير منهم ما طول، واضطر صلاح الدين الأيوبي يأمرهم إنهم يرجعوا ويحموا قلاعهم بعد ما سمع إن قوات الإمبراطور فريدريك اقتربت من جهة الشام، حتى إنه اضطر يخرب بعض الحصون ويهدم بعض الأسوار زي صيدا وجبيل. لكن صلاح الدين ما كان عارف إيش اللي حاصل مع رحلة الإمبراطور اللي كانت خاتمتها غير متوقعة. اضطر كمان إنه يغير ترتيب جيشه بسبب العدد الكبير اللي صرحهم للشمال، فقام ينقل العساكر المصرية اللي كانوا بقيادة العادل وخلاهم ناحية الميمنة. حسوا وقتها الصليبيين إنه جيش صلاح الدين الأيوبي عدده صار يقل، فعملوا هجوم مباغت على ميمنة الجيش ناحية العادل، وصلوا لحتى خيمة العادل اللي ثبت مكانه وقاتل بكل شجاعة. صلاح الدين حس وقتها بالشفقة على أخوه فرسل مجموعة من المقدمة تخفف الضغط عليه، وبعدها رسل مجموعة من الميسرة تشارك في صد الهجوم اللي ما قدرت تعمل أي فارق، لأنها أول ما وصلت كانت المعركة تقررت بانتصار قوات العادل، واتسمت هذه الوقعة الوقعة العادلية. وصل فيها عدد القتلى بالآلاف على رواية العماد الأصفهاني. طبعا شوية لك عليها عماد الأصفهاني، حبوب لذيذ يعني لذيذ. ويقال انه لو استغل صلاح الدين الايوبي النصر اللي حصل له وقرر هجوم اليوم الثاني كان راح يحقق نصر حاسم، لكنه فضل الانسحاب بعد ما شاف جنوده مبسوطين بالغنائم اللي اخذوها. هذا غير انه وصلت فزعه من اوروبا بقياده امير اسمه هنري ديتروي
معاه 10,000 مقاتل، وتنفس الصليبيين بانسحاب صلاح الدين الأيوبي وجية الأمير هنري. طيب إيش اللي صار في الحملة الألمانية؟ باختصار، الإمبراطور فريدريك بارباروسو زي ما قلنا بالسابق أعلن الحرب على صلاح الدين وجهز جيش ضخم يتجاوز 100,000 مقاتل، وانطلق بالبر وعقد اتفاقيات مع الدول اللي يعبر منها زي صربيا وهنغاريا وبيزنطة والسلاجقة، بحيث إنه ما يكون عبوره بشكل آمن، اللي هو أنا ماني جاي عندكم وماني جاي هذا أي أحد، يقول أنا بس إيش أبعد. طبعا تجاوز الصرب، تجاوز هنغاريا بدون مشاكل، لكن الامبراطور البيزنطي اسحاق الثاني واللي كان حليف لصلاح الدين عمل شوية عراقيل لحملة الامبراطور الروماني، وطلب منه إذا وصل عنده يخف رجله بسرعة في العبور ولا يطول. يعني اللي هو قال له اسمع بتعدي ماشي بس في 5 دقائق كذا استقعاد، يعني اتبزرم معه. طبعا اسحاق الثاني كان ملاقي صعوبه انه يتصدى للجيش الروماني بحكم تفوق الجيش الالماني بشكل كبير، ويقال انه صلاح الدين الايوبي طلب من اسحاق الثاني انه يحط سم في الدقيق اللي راح يتزودوا فيه الجنود وهم مارين بطريقهم. المهم الامبراطور الالماني كان مره حاقد على الحركه اللي صارت بين اسحاق، بس قال يا عمي انا ماني فاضي له، خليني اخلص وبعدين ارجع له ثاني. المهم بعد ما عبر الاراضي البيزنطيه وصل الاراضي السلجوقيه واللي كان في اتفاقيه بينه وبين قلج ارسلان، لكن الوضع تغير اول ما وصل وصارت بينهم مناوشات وتطور الموضوع ودخلوا في سلسله معارك ادت النهايه انه الجيش الالماني يدخل في العاصمه قونيا ويخضع قلج ارسلان، بعدها تحرك ناحيه مملكه ارمينيا الصغرى وقدم له ملكها ليون الثاني فروض الطاعه والولاء. المهم بعدها الجيش الالماني كان مكمل طريقه ويعبر احد الانهار وهو نهر طرطوس، نزل الامبراطور بربروسا من خيله وحب يغتسل وما يدري الا في جاته يار مويه واللي كان بارد واقوى من اللي توقعه، يضرب فيه وما استطاع انه يتحمل الصدمه، وكان كبير وقتها في السن ولابس عده ثقيله يعني كان وضعه منيل 60 مين، شالته المويه وغرق. يلا معلش والله نهايه سريعه. حاول الجنود ينقذوه لكن صاحبنا وصل الى ضفه النهر ميت. موتته كانت صدمه وفاجعه للمعسكر الالماني اللي اغلب الجنود فيه كذا امروا خلاص انسحبوا من الجيش، خصوصا بعد ما تولى قياده الحمله ابنه دوق سوابيا فريدريك الثالث، عشان ما كان رجال ضعيف الشخصيه جدا وما حد كان اصلا يحترمه، وما بقي معاه غير شويه جنود، مش عشانه لا، بس عشان القضية الكبرى هو تحرير بيت المقدس. وصلوا الانطاكي واستقبلوا بهموند الثالث وكانوا في حالة نفسية سيئة، بعضهم رفض حتى أصلا يكمل معاه. بعدها نزلت الحملة ناحية طرابلس وهم في الطريق اصطدموا بالحاميات الأيوبية اللي موجودة في اللاذقية وقدروا انهم يفلتوا منهم، بس بعد ما تعرضوا لخسائر بشرية كثيرة. ومن طرابلس ركبوا السفن ناحية صور وغرقت عليهم 3 سفن. المهم الحملة هذه على كبرها اول ما انطلقت وصلت لعكا في اكتوبر 1191 ميلادي بعد الوقعة العادلية بكم شهر، وعددها فقط 1000 شخص، مع انهم كان حالتهم حاله، وصلوا مهلكين الا انه كانوا فرسان شجعان، اول ما وصلوا انطلقوا بهجوم جريء وخاطف ناحيه صلاح الدين الايوبي، بعدها غيروا رايهم ناحيه مدينه عكا، وبمساعده العده اللي جابها هنري ديتروي قدروا انهم يعملوا دبابه عسكريه، عربه ضخمه لها قرنين وتوجهوا للبوابه، لكن جنود الحاميه قربوا المناجيخ ناحيه البوابه واشتغلوا ضرب في الدبابات قذائف وسهام ورماح لين ما قدروا يدمروها ويفشل الاقتحام، ويدخل الشتاء الثاني اللي كان شتاء شديد على المعسكرين، خاصة المعسكر الصليبي اللي وصل فيهم الجوع انهم ياكلوا الحشايش وبعضهم اضطر يهرب. انتهى فصل الشتاء اللي حصل فيه شوية مناوشات في البر والبحر، ولكن مع قدوم ربيع 1191 ميلادي تغيرت موازين القوة. صحيح انه رجع بعض الامراء التابعين لصلاح الدين بالذات اللي كانوا في الشمال لاجل يوقفوا الزحف الالماني، لكن معسكر الصليبيين وصلهم ذاك الوقت فيليب ملك فرنسا وبسفنه المحملة بالمواد الغذائية والمعدات العسكرية والجنود اللي وصل عددهم إلى 60,000 مقاتل. استقبلوا الصليبيين استقبال كبير وأشعلوا النيران ترحيب بقدومه. أول ما وصل قسم الجيش إلى قسمين، قسم يشتغل ضرب في البر والبحر على القلعة، والقسم الثاني يتصدى لأي محاولة هجوم من صلاح الدين الأيوبي اللي اضطر إنه يقرب ناحية تل كيسان. أول ما شاف الوفد الجديد اللي حضر كمحاولة منه يكون قريب من الحامية ويفزع له في أي لحظة. طبعًا الملك فيليب بدأ يجهز المناجيق حقته اللي كانت ضخمة، واحدة منهم كانت شديدة الضخامة، من ضخامتها مسمينها مدلعينها مدينها نكنين مسمينها الجار السيء. بدأ يضرب عكا ضرب خفيف بانتظار وصول ملك انجلترا ريتشارد اللي وصل بعدها ب6 أسابيع في 8 يونيو، رحلة طويلة يعني استغرقت منه مدة مرة طويلة، احتل فيها وهو ماشي في طريقه على جزيرة قبرص وخلاها مركز رئيسي لامداداته. بعدها كمل طريقه واصطدم بسفينة ايوبية خارجة من بيروت محملة بالمؤن الغذائية والجنود ومتجهة الى عكا، اللي اضطر مقدم السفينة انه يغرقها ولا
يغنمها الإنجليز. ويقال أن السفينة كانت شايلة معاها ثعابين لأجل يرموها في المعسكر الصليبي. المهم وصل ريتشارد لعكا ومعاه أكثر من 25 سفينة كبيرة، هذا غير بقية السفن المحملة بأشكال وأنواع من العتاد والمونة وإلى آخره. واستقبلوا الصليبيين استقبال حافل جدا نستهم اللكاء حقته وهو جاي في الطريق، وهزائمهم طبيعي اللي أكلوها من صلاح الدين. قام بعدها بتقسيم الجنود وترتيب الصفوف، وكان جايب معاه برج كبير مفكك وتم تركيبه أول ما وصل. البرج هذا كان عبارة عن 4 طوابق يشيل كمية كبيرة من الجنود. الطابق الأول كان مصنوع من الخشب، والثاني من الرصاص، والثالث من الحديد، والرابع من النحاس، وكان مصمم بحيث أنه يكون أعلى من سور عكا. هذا غير الخيول الثقيلة والأسلحة المقاومة للنيران الأغريقية واللي كانوا يستخدموها الحامية الأيوبية. طبعا جنود الحامية جتهم نفضة من ذاك الوقت وحسوا بالعجز وأنه أيامهم السوداء قربت. طبعا قبل لا يبدأ هجومه الكبير وقعت خلافات في المعسكر الصليبي ومين أحق بالملك بين جوي وبين كونراد، وكيف راح تتقسم عكا. الملك فيليب كان مؤيد لكونراد اللي كان يعتبر ولد عم، أما ريتشارد فكان في صف جوي وكانت رغبته هي اللي راح تنفرض بحكم أنه كان الأكبر مالا وعتادا ونفوذا في ذاك الوقت، حتى انه وصل بالحال والهيط والقداحة انه يعطي رواتب للجنود الفرنسيين اعلى من اللي كانوا ياخذوها من الملك فيليب ملكهم، كمحاولة منه في تقليل قيمته ومساهمته في الحملة. وهذا الشيء خلى الملك فيليب يحقد ويقرر انه يرجع مجرد ما يستولوا على عكا. اما كونراد فهذا حكايته حكاية، عمل قبل ديك الفترة حركة لأجل يقوي أحقيته في الحكم. طبعا جوي صار ملك بحكم أنه متزوج ملكة بيت المقدس سبيلة له، وريثة الحكم بعد أبوها الملك عموري. مرضت في ذيك الفترة وصارت على وشك الموت، وكان لها أخت اسمها إيزابيلا، فكانت هذه الوريثة الطبيعية للحكم من بعدها. وكانت هذه متزوجة من أمير تبنين اسمه همفري. الشاب هذا كان مثقف وشجاع ووسيم بس بطريقة أنوثية زيادة مش تمام، بحيث انه الجنود كانوا اصلا ما يحترموه. الراجل هذا كان معاه في المعسكر، فاشتغل كونراد يضغط على الشاب انه يطلق زوجته، وهنفري عموما كان خايف وما كان حمل مسؤولية سياسة كبيرة، الرجال كان لطيف يعني ورومانسي، مع انه ايزابيلا كانت راضية فيه وحباه، كانت شايفة انه شاب لطيف وكيوت، ومع يعني عكس كونراد اللي كانت شايفته شخص جلف قبيح وكبير في السن، واصلا ايزابيلا ما كان عندها اطماع للحكم، لكن امها جلست فوق راسها الين ما قررت بالغصب انها تطلقه، واعلنت للاساقفة انه ترتيب زواجها القديم لازم يتلغي لانه كان عمرها 8 سنين. هذا غير انه زوجها مشكوك في موضوع رجولته، لكن رئيس الاساقفه واللي كان مايل للملك ريتشارد ورغباته رفض ابطال الزواج، واعتبر اي زواج يتقرر بين كونراد وايزابيلا ما هو الا علاقه غير شرعيه. كونراد قال له سري، وراح جاب رئيس اساقفه بيزا وكان يعتبر مندوب من البابا يعني رتبه دينيه اكبر، وهذاك قال له ابشر الفسخ تم. قال له متى؟ قال له من امس تم خلاص خلصنا مبروك عليك الزواج الجديد. قال له متى؟ قال له برضو امس زوجتك لا تشيل هم. وبكذا قدر يقوي احقيته في نيل لقب ملك مملكه بيت المقدس. ضربت معلم، انا كنت مكانك كنت سويت نفس الشيء. طبعا الملك ريتشارد اول ما وصل كان عنده فضول كبير انه يتعرف على صلاح الدين، فرسل مندوب يطلب منه انه يقابله شخصيا على اساس انه رايح مركز بن حمران يقدم على وظيفه، وحب انهم يوصلوا للتسويه، لكن صلاح الدين اعتذر عن اللقاء بطريقه دبلوماسيه جدا. قال له يا اخي ما في حكمه تقول انه الملوك الاعداء يتقابلوا الا قبل ان يوقعوا على اتفاقيه. ريتشارد ما عجبه الرد هذا وبدا بترتيب الصفوف واشتغل بالمناجيق تدق اسوار عكا. مرض وقت الملك ريتشارد وامر بتوقيف الأعمال الحربية مؤقتا. ليش؟ شوف الثقة يا مؤمن، شوف الثقة، عشان ما يبى يدخلها إلا وصحته حلوة. واستكمل الضرب بعد ما زانت صحته وبدأ جنود الحامية يشعروا باليأس، فنزل سيف الدين مشطوب يعلن طلب الأمان والتسليم، لكن الملك فيليب رفض طلبه بحكم أن المدينة راح تخضع لنا كده كده أصلا من غير أي شروط، واثقة من نفسها. وجاء لصلاح الدين مدد من الجنود ورسالة من أمراء الحامية أنهم راح يدافعوا عن المدينة لو كلفتهم أرواحهم، رغم أن الحقيقة كانت مختلفة، لأنه بعض الجنود اضطروا انهم يهربوا من القلعة ويرموا نفسهم في البحر، لكن صلاح الدين اخذ يرتب الصفوف بحماس لاجل يقوم بقتال واسع وحاسم. غير انه تفاجأ في ذيك الفترة اللحظة اللي شاف فيها اعلام الصليبيين ترفرف في القلعة التي اعلنت استسلامها بعد ما نزل لهم كبير امراء الحامية الامير بهاء الدين قرقوش، ونزل لخيمة الملك فيليب، وبحضور الملك ريتشارد تم الاتفاق على قاعدة تسليم المدينة ودفع فدية 200,000 دينار والافراج عن 1,500 من الاسرى الصليبيين بالاضافة الى 100 اسير
محددين بالاسم، ولما الملوك تحدد الناس دي بالاسم فالمية دولة بألف، بالإضافة إلى عادة الصليب الصلبوط ومهلة شهر في تنفيذ الشروط. وصلت لصلاح الدين الأيوبي شروط الاتفاقية اللي وقعها قرقوش، حزن شديد يعني حزن شديد جدا، لأنه هذه كانت الهزيمة الأولى اللي أتلقاها من 14 سنة من أيام معركة الرملة. هذا غير أنه جيش وما زال سليم عتاد وعدد، ولأنه عكا كانت مدينة فيها مخازن جميع أسلحة القدس والساحل ودمشق وحلب، غير مصانع السلاح والتمويل الغذائي. وحمل جزء كبير من الهزيمة هذه الولد أخوه تقي الدين. ليش؟ عشان تركوا وعدوا، قالوا تقي الدين قالوا أنا هرجع لك بسرعة، وراح بجيشه لأجل يقضي على شوية متمردين في الإقطاعيات التابعة له. دحين ده وقته. استمرت في ذيك الفترة الوفود رايحة جاية لأجل يستكملوا تنفيذ الشروط اللي بينهم، وصار الملك ريتشارد القائد الأوحد للحملة بعد ما شدت الخلافات بينه وبين فيليب اللي خلته يغادر لفرنسا، وترك جزء كبير من الجيش تحت إمرة أحد القادة عنده، واحد من الدوقات اللي موجودين عنده. اضطر بعدها كوراد يرجع لسور ويفتح خط جديد للمفاوضات مع صلاح الدين بعيد عن الملك ريتشارد. ولما جاء وقت تنفيذ الشروط حضر صلاح الدين ثلث المبلغ وحضر الأسرة وخلى مجموعة من الأساقفة تشوف الصليب الصلبوط وتتأكد منه، وطلب منهم أنه تفرجوا على جميع أسرى عكا، بعدها راح ندفع الثلثين الباقية. لكن الملك ريتشارد رفض واشترط أنه يتم الدفع المبلغ بالكامل كاش، وقت ما كان غير فيه كاش. ايش اللي قاعد يقول؟ شك صلاح الدين في نيه ريتشارد وانه راح يوفي بتعهده، وفشل الطرفين انهم يوصلوا لتسويه. يخرج بعدها بكم يوم الملك ريتشارد من سور عكا ويقوم بمذبحه شنيعه فوق الشنيعه، وهي انه امر باعدام 2700 اسير في الساحه امام مخيم صلاح الدين. ومن شناعه العمليه الجنود الفرنسيين استقبحوا هذا الفعل ورفضوا انهم اصلا يجاروا الملك الانجليزي ويعدموا الاسرى اللي هم الفرنسيين ماسكينه. طبعا صلاح الدين جن جنونه من الحركه هذا اللي صارت، حتى انه بعض الجنود ما قدروا يتحملوا المنظر وانطلقوا ناحيه المعسكر الصليبي وحصلت مناوشات بينهم. الملك ريتشارد وعملته الشنيعه هذه كان مبررها انه يتخلص من هذول الاسرى بدل ما يخرجوا ويرجعوا وينضموا لصلاح الدين الايوبي من أول وجديد، وفي نفس الوقت ما يبغى أنه يقعدهم عنده عشان لا يكلفوا أكل وشرب إلى آخره، مع أنه هذا سبب مش مبرر أنه هو يقتل 2700 شخص في نفس الوقت. وهذه الحادثة أدانا حتى المؤرخين الغربيين، بل إنهم أثنوا على صلاح الدين على روح التسامح وسعة الصدر في بيت المقدس لما طلعوا الأسرى من هناك وطلعوا كل الناس من هناك. وبكذا أسدل الستار عن حصار عكا اللي استمر لقرابة السنتين. حبينا إنه نتوسع شوية سرد أحداثه لأهميته وكيف إنه هذا الحصار جمع بين ملوك الشرق والغرب، وصارت المنطقة في ذيك الفترة سوق مشترك ونقطة التقاء تبادل لكل البضائع القادمة من الغرب للشرق والعكس الصحيح. هذا غير التحمل والإصرار بالانتصار رغم المعاناة الشديدة اللي واجهها الطرفين. خلونا بعدها نشوف الحملة اللي صارت بقيادة ريتشارد واللي كان هدفها استرداد بيت المقدس وصلت لفين. طبعا الملك ريتشارد بعد ما احكم سيطرته على عكا قرر انه ينطلق ناحية الجنوب بجانب اساطيله البحرية لاجل يضم بقية مدن الساحل ويحمي مؤخرته ما تجيه هجوم مباغت في حال قرر انه يتوجه للقدس، ومنه يضمن انه الامدادات البحرية حقته ما تنقطع. تفاجأ صلاح الدين الايوبي بالتحرك اللي قام فيه ريتشارد واللي كان متوقع انه راح يطلع مباشرة ناحية القدس، فاضطر انه يعمل حركة يفاجئ فيها ريتشارد، وهي انه بدل ما يوزع قواته على المدن الساحلية اللي بيفتحها ريتشارد، لا قال انا ههدم بعض القلاع ويخربها ويرمي ثقله كله على مدينة القدس وعسقلان. حركة ذكية بس تزعل شوي. تقدم ريتشارد ناحية الجنوب وكان يمشي ببطء شديد، توصل أحيانا أنه بيمشي 10 يعني تقريبا 20 كيلو في اليوم الواحد، تخيل بجانب الأسطول البحري والجيش البري حقه. وأمر الجنود بأنهم ما يخرجوا من الصف مهما بلغت قوة الهجوم. اشتغلوا عساكر الليزك في ضرب القوات الصليبية واللي كانوا حاقدين جدا بعد المذبحة اللي صارت، حتى أنه صلاح الدين أمرهم بقتل أي أسير صليبي يقع تحت يدهم من شدة الحقد. غير أنه طلعات الليزك وسهامهم عملت إزعاج للمعسكر الصليبي، هذا غير حر الصيف اللي أتعب الجنود الصليبيين بسبب لبسهم الثقيل، إلا أنهم قدروا يوصلوا حيفا ويريحوا فيها كم يوم ويكملوا المسيرة. حاول صلاح الدين هنا أنه يدور على مكان مناسب ينفع يكون ساحة لمعركة مفتوحة. ريتشارد فطن لغاية صلاح الدين واستمر يتقدم بنفس الخطة، وأول ما تجاوز قيسارية اصطدم بقوات صلاح الدين اللي طلع لهم بنفسه واشتبك معهم وحاول أن يبعدهم من البحر ويفصلهم عن خط إمدادهم، لكن للأسف فشلت المحاولة ويقرر الانسحاب. وصل ريتشارد لنهر القصب وكانت حوالينها غابات كثيفة معروفة بغابات أرسوف. جلس يرسل كشافته عشان يكتشفوا المنطقة ويتأكدوا إذا في أي مفاجآت وسط الغابة ممكن راح يواجهوها قدام. واجتمع ريتشارد مع العادل أخو صلاح الدين لأجل المباحثات في تسوية، وكان ماله نفس يتفاوض أصلا، بس كان نفسه يستكشف المنطقة بزيادة. وفي نفس الوقت صلاح الدين كان طالب من أخوه إنه يطول المفاوضات لأنه كان منتظر قوات تركمانية تجي
تسجيله. بعد ما اطمن ريتشارد من خلو اي مفاجآت، عبر النهر والغابة وضرب خيمة وعسكر بجنب الغابة، ولما قرر يتحرك ناحية مدينة أرسوف قام بترتيب جيوشه، فخلى جنود فرسان الهيكل في مقدمة المسيرة، يليهم الملك جيدي وأخوه اللي يعتبر موقعهم في الميمنة، في حالة دخلوا في صدام مباشر، وبعدها الملك ريتشارد في القلب مع جنوده الإنجليز، وخلفهم القوات الفرنسية والداوية، وذولا راح يكونوا في الميسرة. وخلى المشاور ومات الأسهم في المقدمة، وذلك بسبب أن المون بدأت تقل معاه. انتظر قوات العدو تتقدم ناحية أرسوف، أنه لاحظ أنهم بدأوا يشعروا بالتعب ويدوروا مكان ينصبوا فيها خيامهم. في ذيك اللحظة ينطلق صلاح الدين الأيوبي ناحيتهم، وكان في القلب ومعاه ولده الأفضل، على يمينه أخو العادل وعلى يساره أمراء العراق. وبدأت القوات الأيوبية بهجوم خاطف وقوي على ميسرة الصليبيين، واشتغلوهم رمي بالسهام، وحبة حبة بدأ الموضوع يتطور وتتوسع ميمنة صلاح الدين الأيوبي اللي قدرت إنها توصل وتضرب ساقة الجيش الصليبي. والقوات الصليبية مستمرة في حالة الدفاع وملتزمة بخطة ريتشارد، وتتقدم ببطء ناحية أرسوف. استمر وابل السهام والصليبيين صابلين. المشاة الصليبيين بدأ صبرهم ينفذ، فطلب مقدم الإسكتارية غرانيه دي نابولي من الملك ريتشارد إنه يصدر أمر بالهجوم، لكن ريتشارد طلب منهم الانتظار وإنه لسه الوقت ما حان. لكن في جنديين، تخيل جنديين اثنين من الإسبتارية ما قدروا يتحملوا الوضع، فقرروا الهجوم ناحية الميمن حق صلاح الدين الأيوبي. أول ما ينطلقوا يتبعهم فارس معروف اسمه بلدوين، وعلى طول لحقتهم مجموعة من الفرسان ناحية الميمن الأيوبية. مع الاندفاع اللي حصل ريتشارد اتحمس وأعلن بداية الهجوم، عشان بس الأمور ما تنفلت. قد قد خلاص فكت، لازم تكمل. دق الطبول الحرف المعسكر الصليبي اللي كانت إشارة ببدء الهجوم وبدء الالتحام، وتفاجأ صلاح الدين الأيوبي من تغيير خطة العدو في الدفاع المنظم إلى الهجوم العنيف. وهذا الشيء خلى قوات صلاح الدين تتراجع بالخلف، بالأخص من الميمنة والميسرة اللي انسحبت من ميادين القتال وتراجعت ناحية الغابة. تلحقهم القوات الصليبية، لكن خافت إنها تتوغل بزيادة، وإنه ممكن يكون في كمين على الطريق السلجوقية اللي كان بيتبعها معاهم صلاح الدين الأيوبي. فين التويست؟ إنه ما كان في شيء في الغابة، ولو لحقوا ملك ريتشارد والصليبيين صلاح الدين كانوا قضوا عليه هو وجنوده. ما بقي في الوسط غير صلاح الدين في القلب صامل مع شوية جنود، وكر عليه ريتشارد بالهجوم، ورجع وقتها العادل لميدان المعركة مع شوية جنود، لكن قدر ريتشارد انه يرجعه للغابة مرة ثانية ويزيد الضغط على صلاح الدين الايوبي، اللي اقر وقتها بهزيمة جيشه، فاضطر انه يتراجع وينسحب. ولولا الغابات الموجودة اللي اوهمت الصليبيين باحتمال وجود كمين زي ما قلنا، كان الجيش كله روح. وانتهت معركة أرسوف بانتصار ساحق لريتشارد، وهذا الشيء رفع معنويات جنوده، خصوصا انه هذه كانت اول مواجهة مفتوحة يخوضها ريتشارد مع صلاح الدين الأيوبي، واللي كانت الهزيمة ثقيلة عليه وخلته يفقد جزء من توهجه، ودخلت الأحقاد بين الأتراك والأكراد تتصاعد، رغم أنه ما زال محتفظ بوحدة القيادة في جيوشه وقادر أنه يجمع القوات والأموال في استكمال حربه مع كافة الأمراء. وصل ريتشارد قلب الأسد لأرسوف واستراح فيها يوم، وكمل طريقه إلى يافا، وهناك أخذ بريك لمدة شهرين لأنه قواته كانت بحاجة لهذا الشيء أنها تريح. فتأكد وقتها صلاح الدين الأيوبي أنه ريتشارد راح يكمل نزول الجنوب ناحية عسقلان، والمدينة هذه لأهميتها كان جدا متمسك فيها صلاح الدين ومستحيل يفرط فيها. حتى ريتشارد على المستوى الشخصي كان مهتم للمدينة جدا، قد يكون اهتمامه يفوق اهتمامه لبيت المقدس. أصلا يعني ريتشارد دخوله للحملة هذه ما كانت عشان بيت المقدس، هو بس كان بيسكت المعارضين اللي موجودين عنده في الدولة ويطلع بمظهر المراعي لقضايا المسيحيين، زي ما تقول يكون عنده شوية شرعية دينية. وفي الرملة عقد صلاح الدين الأيوبي مجلس العسكري وبدأ يستشيرهم في موضوع عسقلان، لكن تفاجأ بردود الأمراء اللي عرضوه بشدة ونصحوه إنه يتخلى عنها، وإنها مدينة تحتاج لحماية على الأقل 30,000 شخص، ويركز كل جهوده الباقي على بيت المقدس. واشتد الحوار بينه وبين الأمراء، والأول مرة يشهد المجلس ترجيح كفة المعارضة على شور صلاح الدين، والأمراء كانوا خايفين إنهم يكونوا بالحامية بداخل المدينة وما ينسابوا من المذبحة اللي قام بها الملك الإنجليزي اللي هم 2700 شخص، فكل الناس فكروا في الأكشن هذا. حتى إنه قام أحد من الأمراء وقال لصلاح الدين تبغانا نقعد وتكون معانا داخل الحامية أو تحط أي أحد من عيالك. كلام الأمراء القاسي هذا كان أشد وقعا عليه من خسارته في عكا وأرسوف، فاضطر مكره إنه يأخذ بشورهم وأعلم بقرار التخلي عن مدينة عسقلان وهدم أسوارها، وبات ذلك اليوم سهران ومهموم وحزين
وبجنبه القاضي بهاء الدين ابن شداد، وقاعد يقول له: والله لئن أفقد أولادي بأسرهم أحب إلي من أن أهدم حجرا واحدا. وفي صباح اليوم الثاني تبدأ عملية الهدم، وارتفعت أصوات الناس تبكي وتنوح، والكل سال يلم عفشه واللي باعه بثمن رخيص، عشان يعني اللي هو الوضع يعني طوارئ. عسقلان كانت مدينة عامرة ومليانة بشر، لكن الضرورة العسكرية ولأجل سلامة أكبر قدر ممكن من الجنود والشعب كان لابد من هذا القرار. وصلت الأخبار للمعسكر الصليبي، واللي كانت صادمة وخيبت ظنهم، لأنهم كان بخاطرهم يحتلوها قبل لا تتخرب. حتى أنه كونراد لما عرف بالتخريب اللي صار فيها رسل رسالة لريتشارد يوبخه فيها، وأنه أتأخر عن إخضاعها، وأنه صلاح الدين ما خربها إلا وهو عاجز عن حمايتها. رجع ريتشارد يعيد فتح المفاوضات عن طريق مبعوثه هنفري، واللي كان فيه تواصل مع العادل، وكان موصي صلاح الدين لأخوه العادل إنه يطول في المفاوضات عشان بس يكسب وقت، لأنه في ذاك الوقت مو بس قاعد يهدم عسقلان، لا، هدم الرملة واللد والنطرون وأي سور على طريق يافا القدس. وجاله خبر وفاة ولد أخوه تقي الدين عمر وهو يحاصر أحد القلاع الأرمنية، وفي نفس ذلك اليوم يتوفى ولد أخته حسام الدين بن محمد ابن لاجين. والاثنين هذولا كانوا من أحد الرجالات الدولة الأيوبية، ولهم أعمال وتاريخ طويل مع صلاح الدين الأيوبي. المفاوضات في ذيك الأيام بين الطرفين وصلت لاقتراح عجيب من ريتشارد لصلاح الدين ينهي فيها كل الخلافات. الاقتراح كان ربط التاج الأيوبي والإنجليزي بالمصاهرة، وهو أنه تتزوج أخت الملك ريتشارد جوانا، اللي كانت أرملة ويليام الصقلي اللي هو ملك صقلية، من مين؟ من العادل، على قاعدة أنه تكون القدس والمدن اللي في الساحل للعادل، وعكا مع الصليبيين مع جوانا، وأنه العادل يحكم فعليا هذا المناطق، وزوجته جوانا تكون في القدس ومعها القسيسين والراهبان فقط. الاقتراح لقى قبول عند العادل ورحب فيه صلاح الدين، لكن مستحيل الموضوع يتم وينتهي والحلقة كذا تروح يعني هباء منثورة، لا، لازم يجي أحد ينخور فيها ويعطلها. طبعا القساوسة والرهبان جلسوا يعنفوا جوانا وإنه هذا غلط ولازم ترفضي الموضوع، واضطرت جوانا إنها تأخذ بشورى الكنيسة البابوية بهذا الموضوع، واستقرت على إنه ما راح تقبل كزوجة للعادل إلا إذا تنصر. طبعا العادل رفض السالفة وتفركشت الزواج والصلح والتسوية معاها. كونراد طبعا واللي صار يمثل الحزب الصليبي المعارض للملك ريتشارد ما حب يقعد متفرج ويكون لقمة سهلة في أي عملية تسوية، لا، ففتح خط مفاوضات مع صلاح الدين اللي رحب فيها. وصلاح الدين بينه وبين نفسه قال: يا عمي اسمع، أنا ما حفك، أنا حمسك، ما حسيب بام مكفول، أنا حمسك خط مع ذا وامسك خط مع ذا، واللي يزبط معهم يزبط معهم. مع أنه صلاح الدين كان مايل إنه يعمل تسوية مع ريتشارد بحكم إنه مهم من المنطقة ومصيره يرجع كذا كذا لإنجلترا، عكس كونراد اللي صار جزء من العالم الشرقي. طبعا ريتشارد حقد على كونراد لما عرف إنه جالس يتصرف بكيفه، فاشتعلت بينهم الحساسيات وصاروا يتسابقوا على صلاح الدين اللي كان المستفيد الأول من كل الصراع هذا. بدأ فصل الشتاء مرة أخرى 1191 ميلادي، وبدأ صلاح الدين يسمح لبعض الأمراء أنهم يرجعوا لإقطاعياتهم، وحصل في مرة أنه حب يودع معز الدين قيصر ابن قلج أرسلان سلطان سلاجقة الروم، ولما جاء يركب سنده بيده معز الدين، وبعد ما ركب قام علاء الدين فرخشاه حفيد عماد الدين زنكي يعدل ثوب السلطان الأيوبي، فقال واحد من اللي كانوا موجودين وقتها: ما تبالي يا ابن أيوب، أي موتة تموت يركبك، يعني اللي يركبك ملك سلجوقي، واللي يسوي قماشك ابن أتابك زنكي. وهذا يدل على المكانة والمهابة والقوة اللي وصل فيها صلاح الدين الأيوبي. ريتشارد في ذيك الأيام حب يعمل هجمة سريعة وخاطفة ناحية القدس قبل لا يشتد الشتاء، لأجل يحصل موضع قدم أقرب للقدس ويأخذ نقطة انطلاقة للهجوم على القدس بعد ما ينتهي الشتاء على طول. وبالفعل يزحف من يافا ناحية الشرق ويضم الرملة ويوصل لبيت النوبة، وما عاد تفصل بينه وبين المقدس إلا 12 ميل، يعني بنتكلم في 24-25 كيلو. وكان متحمس إنه يكمل القدس، لكن الصليبيين الشرقيين نصحوه إنه يرجع ليافا بسبب الشتاء والأمطار الغزيرة، غير الهجمات الأيوبية على خط الإمدادات. فالوضع فيه مخاطرة، ففضل الانسحاب لعسقلان ورجع بنى أسواره من جديد وحاول يضبط أمور معسكره اللي حصل فيه انقسامات كبيرة جدا. فمثلا الفرنسيين تخلوا عنه وانضموا لكونراد، اللي العداوة بينهم استمرت وكبرت، فحب ريتشارد إنه خلاص يهدي الخلافات ويعلن كونراد بحقيته في الملك والمدن اللي تحت سيطرته، وراض الملك جيدي وخلاه ملك على قبرص، واستمر يتفاوض مع العادل اللي كثرت اللقاءات بينهم. في ذيك الأيام تصير حادثة ما كانت في الحسبان، وهي إن الملك كونراد طلعوا له اثنين من أحد الأزقة ويختالوه. فجأة قدروا الجنود يقتلوا واحد منهم ويقبضوا على الثاني اللي اعترف وقال لهم هو تبع مين، وما راح تصدقوا مين غيرهم اللي يقدر يخشوا للمكان هذا ويقتلوه بالطريقة المحترفة هذه؟ نعم، الحشاشين. طبعا اختلفت الأقوال مين وكل الحشاشين في اغتيال كونراد، بعضهم قال ريتشارد لأجل يتخلص منه، وبعضهم قالوا شيخ الجبل سنان كان حاقد على كونراد، لأنه كونراد مرة استولى على سفينة محملة بالبضائع وكانت تابعة للحشاشين، فحب شيخ الجبل أنه يتخلص من كونراد
ومنها يعمل جميلة لصلاح الدين الأيوبي. وإحنا عارفين اللي صلاح الدين والحشاش، لما صلاح الدين ما قدر الحشاشين قال لهم يا عم تعال نجلس على طاولة ويكون بيننا وبين بعض عيش وملح ونشتغل مع بعض. فما حد عارف بالضبط مين اللي عمل اللقطة هذه، لكن عموما صلاح الدين تلقى خبر موت كوراد بارتياح كبير. مقتل كوراد ريح ريتشارد وخلت الخلافات بين الصليبين تهدأ، ونصب واحد اسمه هنري شامبين على عرش مملكة بيت المقدس بعد ما اتزوج إيزابيلا. وهنري هذا كان ولد عم ريتشارد وابن أخت الملك الفرنسي فيليب. يا لا كلهم بيخدم على فكره اوروبا من جد، كل اللي كانوا الملوك حاكمين اوروبا كلهم متزوجين كلهم عيال عم. قدر يلم المواضيع ونزل للجنوب وضم قلعه الداروم واللي كان يعتبر اخر حصن في الاراضي الفلسطينيه وممر عبور للاراضي المصريه، وينطلق بعدها ناحيه القدس ويتجاوز هذه المره بيت النوبه ويوصل لقريه قريبه من بيت المقدس اسمها قولونيا. وهناك اقتنع ريتشارد بصعوبه حصار القدس بسبب كبر الحاميه الموجوده في الداخل، ولانه عرف انه صلاح الدين الايوبي قام بدفن كل الابار موجودة وبعده عن الساحل راح يصعب عليه موضوع الامدادات، فصار يحاول يقنع الصليبين ويقول لهم هذه مدينة صعبة وحصارها صعب وصلاح الدين حي والمسلمين اليوم كلمتهم مجتمعة، فإذا تبغوني أرافقكم فما راح أرافقكم كقائد، حرافقكم كجندي. شوفوا واحد مين اللي يمسك زمام الأمور. من غبنة الموقف ولما نقرب من مدينة القدس كان ماشي فوق احد التلال وقدر يشوف من مكانه ابراج واسوار القدس، فمسك الدرع حقه وصار يغطي وجهه به عشان ما يبي يشوف المدينه اللي انحرم من استعادتها، لكن قبل لا ينسحب من المكان قدر انه يستولي على قافله كبيره جدا كانت جايه من مصر ومتجهه للقدس، ولقي فيها اشكال وانواع من المؤن والاشياء الثمينه اللي خلته يقلب في راسه فكره انه يغزو مصر بدل القدس. ورجعت المفاوضات مره ثانيه بين العادل وريتشارد، وكانوا المره هذه متفقين على كل شيء الا عسقلان، حتى قال له صلاح الدين طب مديك مدينه اللد بس سيب عسقلان، لكن ما في فايده. فشلت المفاوضات. قرر بعدها الملك الانجليزي انه يخضع بيروت اللي كانت سفنها عامله صداع لامدادات الصليبيين في البحر، واول ما انطلق من عكا لبيروت خرج صلاح الدين ناحيه يافا مستغل ضعف الحاميه وغياب ريتشارد، وعمل عليهم حصار كم يوم ويعملوا ثغره في احد الاسوار ويندفعوا جنود الاتراك والاكراد داخل المدينه ويخرجوا عن سيطره صلاح الدين ويتفلتوا في المدينه. وقت الحاميه الصليبيه تراجعت ناحيه القلعه وجلست تتفاوض بشروط التسليم. وصل الخبر لريتشارد فقرر يعكس طريقه ويرجع بسرعه ناحيه يافا. اما جنود الحاميه الصليبيه خرجوا حوالي 50 شخص من القلعه واخذوا الامان وشالوا اهاليهم وعفشهم وخرجوا، لكن بقيه الجنود رفضت تخرج وكان عندهم امل كبير انه ريتشارد راح يجي وينقذهم. بالفعل جاهم ريتشارد بسفينه، لكن الملك الانجليزي لما قرب للمدينه شاف علم الايوبيين قاعد يرفرف فقال خلاص المدينه سقطت وانا مالي، فكان لازم يستنى الامدادات، وما كان عارف انه الحاميه الصليبيه اصلا صامله في القلعه وما استسلمت الا وينط واحد من قساوسه للبحر ويسبح لين ما يوصل سفينه الملك الانجليزي ويقول له انه جنوده ما زالوا في القلعه صاملين. هنا ريتشارد جاله حماس عالي جدا واندفع بسرعه اول ما وصل البر وتقدم الصفوف ناحيه يافا. تحمسوا جنود الحاميه بجيته وخرجوا من القلعه واشتبكوا مع الجنود الايوبيين اللي كانوا متفرقين وبعيدين عن الصف. اضطروا انهم يتراجعوا خارج المدينة وتفشل عملية استرجاع يافا. بعدها بكم يوم يقرر صلاح الدين في 20,000 جندي انه يباغتهم بهجوم اخير قبل لا تجي التعزيزات الصليبية. طبعا ريتشارد لما عرف بجاية الجيش الايوبي قدر انه يرتب جنوده بسرعة بطريقة دفاعية وخلى ما بين كل جندي بينهم رامي اسهم، يعني جندي فرامي جندي فرامي، فجاءت قوات صلاح الدين وهو مستعد وحصل الاشتباك بينهم وعجزت القوات الايوبية انها تخترق القوات الصليبية. تخيلوا صلاح الدين على قد ما هو معصب من الخسائر اللي جالس يتعرض لها على قد ما كان معجب بالملك الانجليزي ريتشارد قلب الاسد، وكان وقتها يراقبه ويشوفه ويقاتل بكل شجاعه وقوه. ومن شده اعجاب صلاح الدين بريتشارد لما شاف جواد الملك الانجليزي تعثر وسقط رسل سايس معاه جوادين لريتشارد يختار بينهم ويكمل فيها المعركه. أدب الفرسان، روح عالية من صلاح الدين ولا كيف؟ ما تشوفها في لعبة كورة يا رجل. حتى بعد فض الاشتباك مرض ريتشارد في ذيك الفترة، فصلاح الدين قلق على صحة غريمه ورسل له فواكه وطبيب عشان بس يطمن عليه، وبادر ريتشارد انه يشكره على كرمه واخلاقه اللي احرجته جدا. انت مستقيم كده ليه يا ابني؟ اخلاقك مش بايظة ليه يا صلاح؟ اضطر بعدها ريتشارد انه يترجى صلاح الدين انه يعقد صلح بينهم، خصوصا بعد الاخبار اللي جاته من اوروبا وهي انه اخوه تمرد عليه بمساعدة الملك الفرنسي.
قايلين على بعض من أول. وبعد المفاوضات تم الوصول أخيرا لعقد صلح بينهم وتسمى بصلح الرملة سنة 1192 ميلادي، واللي تقضي أنه يحتفظ الصليبيين بالمدن الساحلية إلين يافا جنوبا ويتم هدم عسقلان، ويكون في حرية للحجاج المسيحيين في زيارة بيت المقدس والسماح لكل الأطراف بالمرور وزيارة أراضي البعض وتستأنف التجارة بينهم. تم توقيع الهدنة واشترك فيها الملك الصليبي الجديد شامبين وأمير انطاكيا وكبراءهم ومجموعة من كبار الأمراء الأيوبيين، ودعا صلاح الدين ريتشارد يجي زيارة للقدس لكنه رفض الدعوة أنه يشوف المدينة اللي تقفلت أبوابها في وجهه، وتهيأ بعدها يرجع لأوروبا، وحب العادل أنه يشاركه مخاطر الرحلة لكن ريتشارد رفض صحبته بكل أدب وغادر لأوروبا. وكانت الرحلة بالفعل مليانة مخاطر، وسوء الأحوال الجوية خلته يرسى في أحد الموانئ التابعة للإمبراطورية البيزنطية. اضطر يكمل طريقه متنكر إلى ما ينطبق في فيينا ويمسك دوق النمسا، وهذا الشخص اللي نزع ريتشارد رايته من أسوار عكا وخرج منها زعلان. قديمة قصة بينهم. اتهم دوق النمسا إنه هو اللي قتل كونراد وينسجن 18 شهر ويرجع بعدها لإنجلترا ويكمل حربه مع فرنسا 5 سنين، ويصيبه سهم وهو كان يحاصر أحد القلاع. هذا السهم جاب أجله سنة 1199. ريتشارد قلب الأسد اللي اعتبره المؤرخين ووصفوه بأنه كان ابن شرير وزوج شرير وملك شرير، إلا أنه كان جندي باسل وشجاع. على النقيض بالرغم العداوة اللي جمعت ما بين صلاح الدين الأيوبي وأوروبا، إلا أن المؤرخين الغربيين والأدباء تفننوا في مدح شجاعته وأخلاقه وشهامته، وصار رمز حقيقي للفارس النبيل في العصور الوسطى في أوروبا. وصل فيهم التمجيد والمبالغة أنهم يطلعوا عليه إشاعات أنه أصلاً هو ما مات، هو المسيح طلع إلى السماء ورجع، نفس الأسطوانة المخروشة دي. وكان يعرف يتكلم لاتيني كمان، يعني دي تزيدها يعني بلس ون. بعد صلح الرملة أخذ كم لفة صلاح الدين حول الشام يشوف أحواله، وكان مخطط أنه يرجع لمصر إلا أنه يصيب بالحمى الصفراوية وهو في دمشق، خلته طريح الفراش أيام إلى أن توفى في الرابع من مارس 1193 الموافق 27 صفر 589 للهجرة. كانت سيرة، أنا حسيت أني خسرت وزن وأنا قاعد أتكلم فيها. سيرة صلاح الدين الأيوبي من أطول السير ومن أكثر السير تعقيدا وإمتاعا. رحم الله صلاح الدين الأيوبي مسترجع بيت مملكة القدس وموحد كل القطر الإسلامي اللي كان موجود بين مصر وبين الشام. هذه كانت نهاية حلقتنا، أتمنى أن تكون عجبتكم، ونعتذر للمرة 50,000 على تأخير اللي احنا قاعدين نتأخره، ولكن ظروف صدقوني هي بعيدة عن يدنا. إذا حبيت المحتوى حقنا يا ريت تدعمونا، لأنه هذا الشيء بيفرق معانا للاستمرار. أشوفكم على خير.